أعزائي المشاهدين وخاصة المشاهدات، كونوا معنا على السمع لأنه موضوع كتير بهمكم، مع الأخصائية النفسية ريما دروبي لنحكي عن ليه منتغير بعلاقات الحب. أهلا وسهلا فيك ريما. أهلا نريمان. شو قولك، ليه منتغير ريما بعلاقات الحب اللي منعيشها بحياتنا، أو الحب اللي بيتغير؟ الحب اللي بيتغير هلا طلع معي هيك شيء حبي، بس دايما انا رح اشرح. بس بحب شغله، دايما بحب بشبه، بعطي هالتشبيه، الحب مثل الهديه. بتعرفي لما بيكون عندك هديه وبتبقي عم تتامليها حاطتيها بعيد عنك، قد ايه عندك هالشغف وهاللهفه انه تفتحي هالعلبه وتشوفي شو فيها هالهديه يعني. عم بسمع بعدين تنهدات أنا هلأ. بعدين لما بتفتحي هالهديه بتنبسطي فيها وبتحبيها وبتلبسيها اذا شي بينلبس، او بتعرضيها اذا بينعرض، انما بعدين بتصير عاده عندك. فانا شخصيا هيك بحب شبه الحب للهديه، اللي هو يعني ما في حب بيبقى مثل الهدية أول ما نفتحها أو أول ما نشوفها. هيدا موضوع تاني، صرنا موضوع تاني انه على اللي بيبقى ولا ما بيبقى، هيدا موضوع تاني. طب قولي لنا انما ليه ليه بيتغير منتغير؟ الحب؟ ايه ليه منتغير؟ شوفي نعيمان، الحياة عبارة عن مراحل. كلنا بنعرف انه نحن بنمرق بمراحل، يعني بنخلق بطفولتنا، بننتقل للمرحلة الأكبر، بنفوت على المدرسة، بنكبر أكثر. كل مرحلة في لها وظائفها الخاصة فيها. أوكي، حكينا عن كل مرحلة. هلأ إيه هلأ بنحكي عنهم، بس حتى أقول لك أون جنرال يعني عنا هالمراحل. هلأ كل مرحلة أوكي فيها عندها خبراتها بالحياة. أوكي، كل مرحلة بتعطينا خبرات بالحياة، اللي هي لأنه نحن في عنا أدوار منعيشها بالحياة. كل مرحلة عندها دورة، كل دور في عنا أشغال، أشغال منعملهم بحياتنا. شو بتقصدي وكل بأشغال؟ يلا هلأ بشرح، وكل أشغالنا بتعطينا خبراتنا. أوكي، هلأ إذا بدي أشرح إنه كل هيدا الشيء اللي حكيته. اوكي، المراحل قلت انه كيف المراحل، بنكون صغار بنكبر اكثر، بنفوت على المدرسه، بعد المدرسه بتفوتي على الجامعه، بعد الجامعه بتفوتي بصير عندك اشغالك. هيدي الاشغال هي اللي بتعطينا الخبرات، والخبرات هي اللي بتخلينا ننمى. انا دائما بستعمل تعبير التخمير، نتخمر بالحياه. يعني ما تفكري في شيء بتقطعي فيه بحياتك ما بخمرك، كل شيء ان كان عاطل وان كان شيء حلو. يعني ما في شيء، بيتعتق. ما بحب كلمه حتى عاطل، سوري قلتها، بس كل شيء مثلا نحن بنعتبره عاطل او نحن بنعتبره شيء بشع مرق بحياتنا، هو كله بخمرنا حتى ننضج وننتقل لمرحله ثانيه اجمل. واكيد لانه كل ما انت بتنضجي كل ما بتوعي اكثر، بصير عندك وعي. هلا ليه بنتغير؟ لانه نحن بدنا نمرق بكل هالستيب. اوكي، في عنا ادوار بحياتنا، ادوار مثلا انت قلنا انه تعلمتي تخرجتي، ادوار مثلا الشخص ببيته بيكون تنقول هو الزوج، فببيته بده ياخذ دور الزوج، بيظهر على شغله بياخذ دور رب العمل او الموظف او اي شيء. اوكي، في عنده ادوار بشغله، او ممكن يكون استاذ مدرسه. هيدا اللي حكيتي مره عنه، انه لما بدنا نظهر من البيت بدنا نلبس قناع نلبس تاني. القناع الثاني، صح، فيني اقول عنا هون الادوار، لانه نحن منتغير بحياتنا، فبنلبس هالدور اللي هو استاذ مدرسه، مدير مدرسه، طبيب، محامي الى اخره. نلبس هيدا الدور اللي منعيشه. هلا هيدا الدور بيعطينا كمان، هيدا شغلنا، بيعطينا خبرات بالحياه. هيدي الخبرات اللي بتخلينا ننضج وننتقل من مرحلة لمرحلة. إذا فيني أقول هون إنه نحن بحياتنا مش ثابتين، ما بنبقى مثل ما نحن، وحتى بعلاقات الحب ما بنبقى مثل يعني ما نحن. يعني بالحب كل ما زدنا خبرات كل ما تغيرنا. صح، بالحب. شوفي، مش من الحب هو أو شبهته كيفية بالأول، التعامل مع العلاقة يمكن إيه نفسرها. لأنه كل شيء، شوفي نحن مثلا اعطيت انا التشبيه للهديه. اوكي، نحن مثلا الحب شبهته للهديه، قصدي كل شيء بتحلمي فيه بتوصلي له
بتلاقي حالك اول شيء انت بقمه السعاده، تنقول شهادتك، خليني ازيح شوي عن الحب، تنقول شهادتك، بتحلمي بشهادتك وبتتعبي لها وبتعيش سنين تحلمي فيها، لما بتوصلي لها بتحسي انه بسطتي ومثل كانه خلص يعني قطعتي هالمرحله كلها ووصلتي لقمه السعاده اللي انت بدك اياها، انما تاني يوم بتوعي بتقولي وبعدين بس هون مش معناتها انه نحن بطل بدنا الشهاده وبطلنا مبسوطين فيها او قادرين نتخلى عنها، بس يمكن خلص انه عرفنا انه صارت عنا ما بقى في شغف مثل ما عم بتقول، ما بقى في شغف. شو بيصير هون؟ بينتقل الشغف لحالة تانية، هيدا اللي بدي أقوله، إنه أنا حصلت على يابوعة تاني يوم بقول لمرحلة تانية، لمرحلة تانية، بقوم تاني يوم بقول شو بعدين؟ فبنتقل هون من بعد شهادتي للبحث عن شغل آخر. نفس الشيء بيصير عندي بالحب، يعني أنا حبيت هالشريك، يعني كل هالمقدمة بس حتى أشرح وصل عن الحب، سألتيني ليه منتغير. فنحن منحب شريكنا اللي اخترناه بحياتنا، بأول شيء بيكون عنا هاللهفة، لهفة الملاقات، لهفة الشوق، لهفة انه شوفه اقعد معه سيره الى اخره. من بعدين انا بفوت بمرحلة الخطوبة اذا كان في خطوبة، بعدين في عندي الزواج. هون بالزواج تماما وكأنه حصلت على شهادتي يلي هي بتخليني انقل لمرحلة تانية، يعني انا حصلت على شهادتي بعدين بصير فتش على شغل. نفس الشيء عندي بالزواج، بالزواج انا حبيت حبيت حبيت، عشت هيدا الدور دور الحب، فتت على المؤسسه الزوجيه، هونيك حصلت على الحب، حصلت على شريكي، صار كله معي، اللهفه بدها تروح ما رح تبقى. اوكي، يعني هدول المراحل لابد من انه نمرق فيهم، ما ممكن يكون في مفروض حياه استثنائيه، يعني مفروض ما ليك ما فينا ما فينا دائما باي شيء، ما فينا نقول لك لا نعمم على كل شيء، دائما في حالة بس هي ادوار الحياه، يعني هيدي ادوار الحياه. وهون لما منفوت منشوف منواجه الحب، يعني منصير نحن وياه عايشين سوا، منصير نقول وبعدين. هون شو بيصير عنا؟ بيصير اذا بتنتبهي كل اثنين بيصيروا يفكروا، يعني قبل كان كل هدفهم هنهار الزواج، لما بيوصلوا له بيعيشوا تحت سقف واحد، بيصير بينتقل كل تفكيرهم لانه لشيء ثاني اللي هو مننسى الحب ومننتقل لانه انجاب طفل. طب ما في عوامل مؤثره بهيدا المناخ بكل مرحله ممكن تتفاعل معه هي تاثر على انه يتغير ولا ما يتغير؟ اكيد. هلا ما هيدا اللي بقوله اللي كنت عم بحاول انه وصله، انه لما انا لما انا وشريكي عم كنا عايشين بهيدي حاله الحب، اوكي، وقمة الحب، يعني بتعرفي كيف لما بيكونوا كل اثنين عايشين والشغف والباسيون اللي بيناتهم، انما هالحب بيتحول بيصير وبصيروا اثنيناتهم عندهم بالاول نفس الهدف اللي هو انه نحن لازم نجيب طفل، لانه هن برايهم انه نحن بدنا نجدد، نحن وصلنا لهي المرحله بدنا نجدد، بدنا نضيف نكهات على هيدا الحب. هلا هدول المراحل كلها مفصلين بكتابك من الحب الى العائله. صحيح، مزبوط، صح. اللي هو من دار ناريمان للنشر تنزيل. فلما انا بدي زيد نكهات على الحب اللي هو انه بزيد الطفل، بجيب انجاب الطفل، بصير فكر وهون شو بيصير عنا؟ لما منجيب الطفل بيكون عنا الاعتقاد انه منفتكر انه نحن هيدا الطفل حيرجع يجدد الشيء فينا، انما حقيقه على الارض بصير كل واحد منا من هالشريكين كل الحب اللي عنده اياه بصير موجه لهالطفل، وهون بصير عندي بعد اكثر بين الاثنين، لان بصير كل حبهم موجه على هالطفل، ما بيعود حتى في عندهم وقت للمشاركه بيناتهم. يمكن بصير يعني الطفل رابط بيناتهم بس رابط الزامي. رابط الزامي، صح، بيلزمهم بالربط، اوكي؟ بصيروا يحسوا حالهم انه هم مجبرين يكونوا مع بعض كرمال هيدا الولد. مزبوط، او اذا لا شوفي مش ضروري مجبرين، مش ضروري هالكلمه انه مجبرين، لانه في ناس عندها القناعه انه اوكي لو راح مني هالشغف بس انا صار في عندي حياه ثانيه اللي هي خلص على انه يضحوا، لازم يضحوا كرماله مهما صار. ايه اذا بدك، هلا انا قلت قبل انه ما بحب كلمه تضحيه لانه
التضحية معناتها عم بعمل شيء غصب عني، بفضل كلمة قناعة، فحكينا بهذا الموضوع قبل، بفضل يكون عندي القناعة إنه أنا عندي هيدي الحياة اللي مسؤولة عنها، إنما بس تنكون رديت على السؤال إنه ليه منتغير، مشان هيك منتغير لأنه كل شيء بنحصل عليه بالحياة بيعطينا بينقلني لمرحلة جديدة، وهالمرحلة الجديدة بدها تعطيني خبرات جديدة وبدها تعطيني تفتح لي آفاق جديدة مضطرة إني أمشي فيها، لأنه الحياة ما بتوقف مطرحها، يعني الحياة ما بتوقف هون، ما فيني أعيش مونوتون بكل حياتي، فهيدا على نفس الريتم يعني، فهيدا اللي بدي أقوله إنه شيء طبيعي إنه نحن منتغير، لأنه منوصل لمرحلة ككابل منصير نلوم بعضنا إنه أنت تغيرت وهو لا أنت اللي تغيرتي، إنما حقيقة على الأرض كلنا منتغير، لأنه كل يوم بيومه في عنده مشاكله وهمومه يلي بيغيروني معهم بنفس الوقت، بجددوني بيخلوني أفكر أطلع على مطارح غير، تفتيش غير، روح شوف مثلا أشياء غير مضطرة بحياتي اليومية، اوكي، فهذا الشيء بخليني انه اتغير، فطبيعي انه نحن نتغير. هل هيدا التغير بين اثنين بس يحس ممكن يؤدي للخيانه؟ يعني لما الشريك يحس انه شريكه تغير ودائما بقول له ليه تغيرت؟ موضوع الخيانه هو موضوع كبير. فعلا لما بحس انه شريكي تغير معي اوقات كثير بصير في عنا خيانه، كثير اوقات كثير كثير، يعني اللي عم نشوفه هلا خاصه صار في سهوله بالتعارف على شريك اخر، اوكي، فهون صار في عندي سهوله اكبر انه خون، انه اظهر انه فش خلقي بمطارح تاني، فاكيد التغير بيفتح لي باب انه اطلع بشريك تاني. واحيانا العكس صحيح كمان، الخيانه لما حدا من الطرفين يخون بيؤدي لانه يتغير مع الشريك. هلا انت عم لما بنوصل لهي المرحله الطرف الثاني يلي خان بيقول لك لانه هيداك تغير انا خنت، يعني بصير سيركل وانت عم تبرمي فيه، مشان هيك نحن بنتغير، انما التغير بالعلاقه بيوجع الشريك الثاني، مشان هيك هالشريك يمكن واحد منهم يمكن اثنيناتهم بيضطروا بحسوا حالهم عم يلتجئوا لشخص اخر بغض النظر إذا هيدا الشيء صح أم غلط. الوعي، بغض النظر، الوعي إنه هيدا الشيء التغير اللي عم بيصير هو شيء طبيعي بأدوار الحياة بخلينا نصير نتدارك أكثر بالتعامل مع بعض، وإنه نتقبل هيدا الشيء ونصير نعرف كيف نتعامل مع الوضع، نتقبل الخيانة، التغير. التغير ما هو هو اللي بيصير عنا هلا بالتغير، إنه نحن لما بنشوف إنه شريكنا تغير بنصير نلومه، بس نحن مش عارفين بنفس الوقت انه نحن كمان عم نتغير، يعني لما بتحطي الاثنين مقابل بعض بصير دائما بصير عنا الهجوم على الاخر انه انت اللي تغيرت. طب مين المرايه اللي ممكن نتطلع فيها لنعرف انه نحن فعلا نشوف حالنا على حقيقتنا؟ ما في حدا اجمل من انه نقعد معه هو نفسنا، هي انا الداخليه تبعولي اللي كمان حكيت عنها بكتابي. بس اذا نحن ما شفنا هيدا التغير كيف بدنا نعرف؟ ليكي صعب، الكلام سهل بس هو صعب انه اكيد نقعد مع نفسنا، لانه كثير اوقات نحن من خوفنا انه نواجه حقيقه نفسنا بحقيقه مشاعرنا بنرميها، بنصير نرمي خوفنا على غيرنا. بس احيانا القعده انه بس نقعد مع نفسنا يمكن بتزيد الاوهام اكثر والوسوسات اكثر وثرثره الغياب بتزيد لما أكتر. بتكوني عم بتفكري بطريقه سلبية، ولما بتكوني انت مش فهماني حقيقتك الداخلية مظبوط من جوا، ساعتها فعلا بيصير في عندي هلوسات واللي قلتيهم انه بصير افكار خاطئة. ما بقى رح عندي لانه عكت معي. اوكي، فهون بصير عندي افكار خاطئة لانه انا مش عم بقدر افهم حالي مظبوط، مشان هيك نحن بنلتجئ لاخصائي نفسي المعالج النفسي لحتى نفهم حالنا، لانه صعب نحن لوحدنا نفهم حالنا، انما انا دائما بدعي انه ليه لا نتصارح مع حالنا، نحاول نحن نقعد نفك شوي القيود وكون صريحه، ما خاف من حقيقه انا شو بدي. نعم. مهما كانت بتوجع حاول انه اتصارح مع حالي، اسال حالي الا شو بدك، شو بدك، يعني فوت لعمقي قول ما خاف من اي قيود، بتعرفي المجتمع فيه قيود. نعم، في منهم بيعرفوا الحب على انه هو الالتزام،
يعني مهما كان الشريك، مهما صار الحب ولا الزواج؟ الحب. الحب قصدك من حتى ناحية مش ضروري يكونوا مزوجين، يعني مجرد ما اتنين حبوا بعض صار في التزام بوعود بالعلاقة، فهل هالشيء كمان بيخفف يعني لما بيحبوا بعض بصير في التزام؟ خلص انه بصير في كلام، بحب انا اعطيتها كلام صحيح، انه وعد، ايه ما بقى في خيانه وعد. لانه الحب هو الالتزام. هيدا اجمل ما فيه، لما انا بكون عندي القناعه انه انا حبيت هيدا الشريك وانا عم بعطيه وعد كلمه انه انا لإلك وانت لإلي، هيدا اجمل ما فيه. انما قديش نحن عم نضاين بهالكلمه. من هون انا بحب فيني اقول حلوه هون كلمه التزام، انما اي شيء بحس عم بخرب لي هالالتزام او عم بهز لي او عم بهدده لمرحله خطر معينه، انه انا ممكن عم فكر صار في كثير مشاكل بيني وبين شريك اللي انا اعطيته كلمه انه انا معك، او حسيت في شيء لفتني برا مثل شخص ثاني لفتني برا وعم فكر اعمل علاقه خارجيه. هون اجمل ما في انه التجئ لشريك اللي انا اعطيته كلمه واعطيته وعد وقل له اطلب منه انه حاسه في خلل، حاسس في 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 شو بيقولوا مثل زعزعات بالعلاقه، لازم نقعد سوا نحكي سوا نشوف شو يلي عم بخلينا انه شوي نبعد عن بعض. لانه دائما دائما لما بصير في عندي مداخلات من برا معناتها انه العلاقه عندي عم تنهز، الا اذا في طبعا حالات مرضيه تانية ما بدي احكي فيها، بس في حالات غير انا بعتبرها انه في حالات هي تبقى بتفكيرها بتحب انه تعمل علاقات برانيه برايها عم تعمل اكيليبرو، وهذا الشيء مش مقبول. نعم منه مقبول ابدا، انما لازم انه نحكي دائما الشريك ونصارحه. الاختلاف بالافكار وبالاراء بين اثنين بياثر على الالفه العاطفيه بين الشريكين؟ اجمل ما في، اجمل ما في بيناتنا هو هالاختلاف اللي بيناتنا. نحن اجمل ما في، تخيل انه نحن بنشبه بعض كلنا. تخيلي انا وشريكي، بدي احكي رجال ومراه، تخيلي انه انا وشريكي يعني ممكن طرف يكون مجنون طرف رومانسي مثلا حلوين، نحن اجمل ما فينا اختلافنا. اذا بتتخيلي اثنيناتنا عنا نفس الكاركتر نفس الريتم نفس بتوصلي لمطرح عن جد بتملي. اذا اثنيناتهم ما بيحكوا مصيبه مش ما في، يعني هو بيخلق هالموتيفاسيون هالثوره هال مش ثوره يعني هالشغف يلي يعني انه نفهم بعضنا اكثر. هو نحن انا بتكمل فيه وبيتكمل فيه باطباعنا، مش عم بحكي بشيء ثاني، باطباعنا. يعني اذا انا شو الشيء الثاني مثلا ممكن يكون يلي انه عم بتقولي بالاطباع، شو ممكن يكون في غير الاطباع؟ انه في كثير بيعتبروا انه هو شقفه مني، هو اللي بكملني كأنا انا ناقصه من دونه. انا ما بحب هدول، انا شخصيا ما بحب هول التعبير. نحن كاملين بكياننا، رجال كامل بكيانه والمراه كامله بكيانها. انما اذا بدي اقول انه يعني كل واحد عنده كيانه الخاص، انا انسانه كامله بوجودي، بس انما بطباعنا لما بنتجوز او لما بنكون بحاله مع شريك آخر، أجمل ما فينا هو الاختلاف. هون حلو إنه نحن نكون مختلفين عن بعضنا، مشان هيك بيكملني. يعني إذا أنا رومانسية وهو لا، بياخد منه وبياخد مني، بنكون بكون عم بعطيه شيء يلي هو ما عنده اياه وعم بياخد منه الشيء اللي أنا ما عندي اياه، وهيدا أجمل شيء من اللي بيخلق بيناتنا هالنزاع يعني. إنما نحن يعني اللي بدي اقوله انه دائما بنتخانق لانه بنختلف مع بعض، انما بنختلف عن بعض سوري، انما اذا انا بفهم هالاختلاف وبحبه وبعرف انه عم باخذ منه اللي ما عندي اياه، وبفهم الرجل كرجل كيف بيفكر وهو بيفهم المراه كمراه كيف بتفكر باختلافها عنه، فهون بحس انه من اجمل العلاقات اللي ممكن تصير. انما للاسف ما عم نفهم بعض، ودائما بنعتبر الاختلاف عن بعضنا هو مصدر للخناق. نعم، وهذا الشيء يلي طيب ما عم بخلينا الصداقة نفهم. ما مهم تكون موجوده بين الطرفين، وهل الاختلاف هيدا بياثر انه يكونوا اصدقاء؟ حلو انه نلعب عده هالادوار بيننا بعلاقاتنا. يعني هي ذكاء بالمعامله. طبعا فيها ذكاء، اكيد فيها ذكاء، اي شيء بحياتنا بدنا نحط فيه من ذكائنا. بس هلا كنت عم بقول انه اجمل ما فيه هو انه يعني مثل ما قلت انه الصداقه، يعني نعيش مع بعضنا
هالأدوار المختلفة، يعني يكون صديقي يكون صديقته، يكون زوجي ويكون زوجته، يكون عشيق ويكون عشيقته، نتبادل يكون بي ويكون أم. يعني حلو هيدي الأدوار نعيشها كلنا مع بعضنا، مع بعضها، مع بعضنا بقلب هالبيت أو كشركة. يعني شكرا كثير ريما. بدنا نحضر موضوع للأسبوع الجاي. أكيد. حضرتي لنا شيء بعد ولا؟ شو حابة، عن شو حابة إنه الحب نحكي؟ الافتراضي. الحب الافتراضي كتير حلو، اللي هلأ أكتر شيء عم نشوفه، يعني للأسف حب افتراضي وعم بيودي لمشاكل من بعدين. صح. تمام، شكرا كثير ريما. أوكي ناريمان، مشاهدينا بدي أختم معكم على أمل اللقاء بحلقة جديدة من برنامج على الموعد، انطرونا. We'll be right back.